السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة جديدة اسمها ايزي موديلنج فور لاندسكيب سيرفيس. دي لو انت عامل فلور بيخلي الفلور ياخد نفس الشكل بتاع اللاندسكيب. تعال نشوف الشكل دوت. عندنا التوبوغرافي دوت والفلور ماشي معاه. دلوقتي الفلور مش ماشي مع التوبوغرافي. انا اقول لاندسكيب سيرفيس واروح محدد الفلور. واقول لاندسكيب سيرفيس. وهبدأ اختار الفلور اللي انا عايز يبقى ماشي مع اللاندسكيب. فيبدأ الفلور يمشي فعلا مع اللاندسكيب بالشكل ده. طبعا لو انت بتعمله باسلوب عادي هتضطر بقى تقعد ترسم الفلور وتبدا تعدل فيها وتمشي فيها زي اللاندسكيب، وده هياخد وقت كبير. فهي ده بتوفر لك الوقت ده.